الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي كان واحد من ضمن فيديوهات كتير مرعبة انتشرت خلال الأيام اللي فاتت من اليابان، بعد طبعا الزلزال الكبير اللي ضرب وسط اليابان وكانت قوته 7.4 ريختر. الحقيقة إن المشكلة ما كانتش بس في الزلزال، ولكن في التوقعات بحدوث موجة تسونامي هتكون هي الأكبر من سنة 2011، وسط مخاوف كبيرة جدا من تعرض المنشآت النووية اليابانية للخطر بسبب تسونامي واللي بتستعد اليابان لاستقبالها. واللي قدرت السلطات اليابانية أنها تقدرها أن ارتفاعها ممكن يكون من 5 لـ7 أمتار. あ、車停止しました。今船も平凡を超えるかもしれません。